يا سادة الكرام. العفو عيني، انت ابو السادة والمخطط. بس ترى انا ما لابس مخطط، بس سادة. مو مشكلة يخططوك. تفضل. خير شركو. ادري يعني انتو ذا تلعبونه قاعدين. هذا الحطيب الزاوية، شنو هذا الحطيب؟ ادفت هذا هذا البزاف قام يتلفتون. خطية الاخت راسه ميسو. يعني هو اكو شيء؟ هو اكو وينه؟ تشوف هذا الحائط؟ اي هذا الحائط. اي هو بين الحائطين هيك. وين انا ما اشوف شيء يا اخي. راجع طبيب اسنان عاد. ذاك هو دباوع عندنا يا اخوي، دباوع يا اخي ما اشوف شيء. اخويا بحلق زين وشوف. يا بو الله ما اشوف شيء زين. يا بو الله انا هم ما اشوف. قول له هيك، قول له هيك، قول له روح. يلا يا جماعة، يا جماعة صدق ما زي. واسمع علي والله انا هسه بيها عليها قشمرني اليهم. يا سادة الكرام يقولوا بالمثل لا داعي ولا مندعي. راح اشيلكم قصة هذا المثل يا جماعة. عشان ما زي يشتغل خادم عند القاضي بناحية العظمة ايام زمان، وفي يوم من الايام طبع القاضي ولقاها. والله لك اكذب هالصفنة. ألف مرة قايلة الصفنة مو إلك. من راحتك فدوى السلامة على مولانا القاضي. ماذي حتى نطق حلوة. هلا ماذي. هلا هلا بيك جناب القاضي. خيرا اشو اليوم محنط اش بيك يعني. ماذي نعم اطلع برا. حاضر. ايه برا. انا ماذي اطلع برا. انا خدامك الامين ماذي اطلع برا. ترى لي خدمه ماذي ما يجي لهم. ها بدك كلاوتي روافرها على غيري. خليني بحيرتي. ايش متغدى اليوم؟ متغدى باذنجان. اوه اكو واحد يتغدى باذنجان. معود الباذنجان ثقيل ثقيل على الاعصاب. الباذنجان هيجي المعده. الباذنجان كافي كافي ولك كافي. وطلعت الباذنجان المسكين اي طور ما ينفع. طبعا وطلع علي حل ولا يربط مثلك تقريبا نفس. آه. لا يعني قصدي واحد مثلك الباذنجان مو زين عليه. الف مره قايل لك الباذنجان ما يفيدك. انت ليش ما تسمع كلام؟ ها انت ليش ما تسمع كلام؟ تعال اقول لك تعال. اي خطية تخاف ها؟ ما هذي؟ ولك انت تشتغل عندي وانا اشتغل عندك؟ ها؟ شوية ادب، اخلاق شوية. اي روح. اخاف عليك. بعد من الغاسل؟ ها. الشيء الثاني الغاسل. نعم. احنا دبعنا فلوس يا ابو فلوس. يلا حصلت على هذا المنصب. ها؟ يلا صرت قاضي بهاي الناحية. والله ما يخفى على جنابك يعني فهمني. كل هي يا وظيفة تتحفظ إلى بالصحة. إذا ما تنصي من ينطيك هذا اللي ويصار لنا ست أشهر على الحال ولا قضية مرت فينا ولا واحد اشتكى عنك. ها؟ يعني ولا قمري. الله يخليك. شلون والتالي شلون؟ التالي راح تخلص المدة ونرجع ايد من ورا وايد من قدام. يعني على قولك ابو المثل نمسح ايدنا بهالحايل؟ اي صحيح. اسمح لي اقول لك كل الامور اللي صارت كل ده تصير صوتك انت. ها؟ شلون صوتي؟ انا اقول لك. اي نقول. انت مو اشتريت منصب القاضي هاي ناحية ست اشهر صح ولا لا؟ اي صح. اي وتقول صح؟ اي صح. تشك من هدومي خبرتني كيف؟ خبرتني انا احكي وين وانت تحكي وين؟ ولك على كيفك؟ ايش بيك تصيح؟ قول لي شو اقول؟ شو تقول؟ اي هي هاي ناحيه واحد يشتريها يا معود كلهم عافوها وذبوها براسك بصراحه ورطوك بيها. ها؟ ايش بيها بناحيه العظمه؟ لا 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 اشو قول ايش بيها ناحيه العظمه؟ سلامتك ما بيها شيء ناحيه العظمه واسمها عليه. أنا راح أتخبل شلون سموها ناحية العظمة. أشو دفتر درابينها دربونا دربونا تلقى لك عظماية وحدة. يا معود الله يخليك أنا أحكي وين وأنت وين؟ اتصور اتصور حتى شلابهم قامت تحلم بالعظمة.
ولك عليه منها.